بعد 50 عاما على القضية، كشفت الفنانة المصرية أمال رمزي عن تفاصيل اتهامها بما يعرف بقضية الرقيق الأبيض خلال استضافتها في برنامج تلفزيوني. قالت رمزي بأن القضية لفقت لها ولعدد من زميلاتها بسبب انتقام أحد الأشخاص من الفنانة ميمي شكيب بعدما رفضت استكمال علاقتها به. يذكر أن قضية الرقيق الأبيض كانت الأولى من نوعها في ذلك الوقت، حيث اقتحمت قوات الأمن في يناير عام 1974 شقة ميمي شكيب وألقت القبض عليها برفقة 8 فنانات ورجل بعد بلاغ بوجود شبكة دعارة في هذا المنزل. ظلت مجريات وتفاصيل القضية تتصاعد وتيرتها لمدة 6 أشهر حتى قررت المحكمة في يوليو عام 1974 تبرئة ميمي شكيب وزميلاتها لعدم اكتمال الأدلة.